مهندس، البدايه وبدايتك مع النادي الاهلي الناس كلها عارفه التعاقدات والمش يعني الكلام اللي احنا بنتكلم فيه دايما واللي حضرتك بتتكلم فيه في البرنامج دايما في ملك وكتابه. اتعاقدت مع فلان، عملت مع فلان، ولكن انا عايز اعرف البدايه، كيف كانت البدايه بدخول المهندس عادل القيعي للنادي الاهلي وشاورت لي على فوق؟ هقول لك حاجه. اتفضل. يعني انا كنت متخيل سيناريو كده، وانا لو اتيح لي الفرصه ان انا اتكلم بالامس كنت هقول ايه؟ بدايه كان لازم اشير الى العلاقه المميزه اللي بيني وبين الكابتن محرم، لان هو رفيق عمر حتى في المشوار الاداري. هو كان بطل فاز، ايوه، وخد الرياضي المثالي على مستوى النادي والجمهوريه، مش كده؟ لا، خدته في كمان الرياضي المثالي، جايزه كان زمان بيعملوا تكريم لاحسن رياضي في النادي الاهلي جوه النادي الاهلي، اسمها جايزه مختار التتش. مختار التتش كان عاملين له جايزه الرياضي المثالي، بيجمع بين الدراسه بتاعته وبين البطوله بتاعته. أيوة. فالجايزه دي كانت كل سنه، ودي حاجه تقليد جميل كان بيعمله النادي الاهلي، ولازم نكرر هذا التقليد ده، وان احنا نكرم الربط بين العلم والدراسه والاخلاقيات والسلوكيات اللي احنا نعملها. طبعا طبعا، مهم جدا، ده حاجه كويسه لازم تتعمل. لازم الرياضي المثالي ده جوه النادي الاهلي، يعني مش بره النادي الاهلي، جوه النادي الاهلي بنشوف دراسات وبعدين طوروها كمان في اخر ما سنه عملناها. كانوا الاول للرجاله بس، اتعملت للرجاله والسيدات. تمام، وده يوضح لك يعني ان القدر كمان لما نيجي في التكريم اتزامن معاه. من اقرب الناس ليا من يوم ما دخلت النادي الاهلي، لكن دخولي النادي الاهلي يعني انا مثلا كنت متخيل سيناريو كده. بما اننا عندنا وقت وهنحكي براحتك خالص، هو انا عادل القيعي ابن 13 سنه اللي كان في مدرسه النقراش الاعداديه، اللي كان اقصى حلمه انه يحضر مباراه لايف او على الهواء في الملعب بين الاهلي والزمالك او للاهلي بشكل عام. دي كانت البدايه للتفكير ده بس. 13 سنه. فلما عمي خدني من ايدي ورحت حضرت ماتش الاهلي والزمالك، اعتقد ان كان 57 وكان نتيجه الماتش 1-1، اللي لعب فيه نبيل نصير وجاب جون وبعدين ضيزو اتعادل، كانت اول مباراه لنبيل نصير. انا اعتبرت انها اتعشت كده والليله قفلت، وانا بالنسبه لي والنادي الاهلي اللي بعشقه من الراديو، انا حبوب النادي الاهلي ابتدى من الراديو، وكلمه الاهلي وصالح سليم، وبعد كده اما جيت ضزوي كان نجم المفضل. فقفلت على كده. ولكن الله سبحانه وتعالى صاحب الفضل اللي بيرسم لنا الاقدار من غير ما يكون لنا حتى افكار ولا طموح ويدينا الافضل. ايوه، اجي اخش كليه الزراعه جامعه القاهره، فعزل من حداي القبه قال عشان ابقى جنب الجامعه. يجي سكني في شارع النيل، في العجوزه، بيني وبين النادي الاهلي النيل. طب انا عايز ابقى عضو في النادي الاهلي. رحت قالوا لي لما تخلص البكالوريوس. حلو، خلصت البكالوريوس استلمت الشهاده، رحت عملت العضويه سنه 64. 64. شوف الارتباط اللي بيني وبين محرم بقى. جيراننا ناس قرايبنا من بعيد، والبسطه مع البسطه. حلو، الاخ ده يوم ما يقرر يتجوز بنت الجيران. بنت الجيران اللي انا مربيها تحت عيني. لا والله. فبقينا في الطلعه والنازله مع بعض، ارتباط داخل وخارج الملعب. ايوه، وخارج النادي. انا دخلت النادي الاهلي، الله، ايه الخطوه اللي انا مش عامل حسابها دي؟ بدات اشوف الناس اللي بحلم بيها قدامك. قدامي. بدات ان انا اعيش، انا بقى مكان حياتي الرياضه الحقيقه، حتى كنت قالب الشارع بتاعنا نادي من صغري. فكنت بلعب في الشارع، بقيت العب في النادي. اتعرفت على اسره تنس طاوله، يسافروا اسكندريه يلعبوا، ما كانش عندهم ملعب، كان الصاله اتهدت بتاعتهم عشان بنوا المدرج. ايوه، وما عندهم فريق الاول بس، وكلهم متجوزين من بعض وعيله وناشئ وثلاث بنات ولاد ثلاثة اولاد الله يرحمه عبد القادر فهمي واحمد الدولتلي. ادي فريق تنس الطاوله. فكنا نروح كابتن احمد مدحت ابو الفتوح متجوز ايناس الدرويش، كابتن فرقه متجوز احسن لعيبه في افريقيا، واخوها احمد درويش بيلعب، وبنت عمهم متجوزه جلال عز،
فكنا ده ايه ده نقعد نتفرج نروح نلعب بالليل استيميشن يجوا مسافرين ما تيجي معانا يا عادل كان في استيميشن استيميشن اه ماشي ما تيجي معانا لقيت نفسي بيقولوا لي ما تمسك سكرتير تنس الطاوله بعد سنه ونص تمسك سكرتير تنس الطاوله ما عندناش اداري هنكمل